السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم مزيانة وكدوزوا نهار زوين وعواشر مبروكة عليكم كاملين. وصفة اليوم هي وصفة زوينة بزاف للناس اللي باغين ينقصوا الوزن ديالهم، وبالأخص اللي عندهم الكريشة. هاد الوصفة كتحيد الكرش، ولكن خاص ضروري المداومة، وخصك ضروري تعاوني بأن ريجيم، واخا غير تحيدي السكر من اتاي، المهم تنقصي من السكر. هاد الوصفه هي مفيده بزاف، وديجا كنشوفوها في بزاف المواد الغذائيه. اش نقول لكم، ما نطولش عليكم بزاف. هي كتكون من جوج مكونين اللي ساهلين بزاف. خليكم مع طريقه الاستعمال ونرجع لكم. كودنات قلنا الوصفه كتكون من جوج مكونين. المكون الاول هو النخل، ها هو. المكون الثاني هو الريب اولا الحليب اولا دانون مسوس. الا ما عندكمش الريب، هو من الاحسن يكون الريب. الا ما كانش الريب، تقدروا ديروا دانون مسوس اولا حليب. كناخذوا جوج معالق كبار من النخال، جوج معالق حتى لثلاثة ديال النخاله، جوج ثلاثة. كنخلطوها مزيان في الريب ديالنا حتى كتولي لينا عقده، كيولي عقد كيف كتشوفوا معايا. بغيت نقول لكم على ان النخال عنده فوائد كثيره بزاف، وغني بالالياف اللي كتحتاجهم الذات ديالنا، اللي كنقدروا نحسوا براسنا شبعانين. هذاك علاش ما كتبقاش عندنا الكرش وكتنقص. كيف قلت لكم البنات، على ان هذه الوصفه كتعاون على الناس من غير النقصان ديال الكرش، كتعاون على الناس اللي كيكون عندهم امساك بزاف. هاد النخال كيخلي ما يبقاش فيك، فهمتي؟ زوينه بزاف. غنخلي لكم الفوائد ديالها في صندوق الوصف. نتمنى تكون طريقه الاستعمال واضحه، لان سهله بزاف. قلنا كناخذوا الريب كنديروا فيه ثلاثه معالق اولا جوج حتى كيولي لينا عقد، وكناخذوه في الصباح وكناخذوه بالليل قبل ما ننعسوا، لان هاد النخال كيخليك انك تحسي بالاشباع، كتقدي كتحسي بكرشك عامره. هذاك علاش كتحس من بعد كتولي كتنقص لك الكرش، ما كتبقاش بزاف مع المده. ولكن كيف قلت لكم، خاص ضروري يكون ان ريجيم معاها، تنقصوا السكر باش تبان النتيجه في ساعه. نتمنى تكون طريقه الاستعمال كيف قلت لكم سهله، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجايه.